درجة اللي ولكت خيا كاكا من فمو ومن يوفو وكتجيبي وانت شي طبيب ما كيشوفك وانت شي واحد ما كيحن فيك. والنهار اللي زاد هو عنده هذا المشكل هذا ما كاينش كاكا. هاتني في الشرطة لبسها وقلت لها الطبيبة راه بغيت غير نتأكد واش ولدي عنده الجلود ولا هادي، كتقول لي انتوما كتعرفوا غير ولده من الزناقي وكتجيبو. ويا هذا ما كتدخلي في المقعد ديالو شحال هنايا كيدوز كله بالدم، قاصك ما يدوز الدم شحال حبسيني. واش هاد السيكيو يقدر يدير شي واحد كثر في المقعد ديالو؟ ولا ما خويتيش ليه؟ لا ما خويتش ليه، كتخيا كاكا من فمو من اليوفو. مرحبا بكم متتبعي قناة أشواق. في إطار تتبع الحالات الإنسانية والاجتماعية، اليوم معنا حالة إنسانية مع حليمة اللي غتعاوني لنا على القصة ديالها هي ولدها. خليكم معنا. حليمة عرفينا براسك. السلام عليكم أختي، أنا اسمي حليمة، كنسكن في سيدي بنور، عندي هاد الوليد مريض، كنت مسبع لي من صغير، هو تزاد خليقة بحال هكا، عنده المسران ديالو طويل ديال الخروج ديالو، ما كايداش كاع كاكا، وما كنتش عارف هذا المشكل حتى جبتو هنايا لميرزكو. عاد باش عرفت المشكل ديالو وتعاونوا معايا الناس وجبتو وناس وخرجوا لي واحد السيوات باش كنخوي من المقعد ديالو، واحد الزيت كناخذو من الفرماسيان باش كنخويه، ودابا انا جبت مشبع عليه هنايا، ودابا طلبوا لي عمليه اخرى عاوتاني، خاصني دابا باش ندير لي عمليه على الجلود. دابا ولي عندي عمليات وانا ما عنديش، والله هو اللي مطالع بيا ما عنديش، انا باش غندير لولدي هاد العمليه الجوج ما في حاليش كاريه، ما عندي لا عائله لا والو، حتى شي واحد اللي غادي يهزاك ولا شي حاجه، ما كاينش والو. كنطلب من خوتي المغاربه وكنطلب من الناس يشوفوني والمحسنين، وكنطلب من سيدنا ومن الناس خارج الوطن وداخل الوطن، كنطلب منها، انا ما كنطلبش حاجه، انا كنطلب غير من شي محسن ولا شي واحد يتعاون بهذا الوليد هذا. انا اختي انا ما بغيت حتى شي حاجه، انا ما بغيتش، انا بغيت غير هذا الوليد، كنت باغي ندير العمليه المصران ما كاينش كاع كاكا، لدرجه اللي ولا كتخيا كاكا من فمو ومن يوفو وكتجيبي وانت شي طبيب ما كيشوفك وانت شي واحد ما كيحن فيك. ومن بعد ما تعاطفوا معايا الناس ونعس الدري وخرج لي التيو على اساس جيبها الفعل على ود العمليه، جبتو عطوني ورقه هيا باش نمشي لعشرين غشت باش يعرفوا الدري، غير تاكدوا واش عنده الجلود. هاي اختي التاريخ ديال البارح وها الايرشو هيا كتبتها لي الطبيبه، مشيت قالت لي باش نتاكدوا واش الدري عنده زعما الجلود داك الشخير ديالو، حيت بالليل كيحل فمو بزاف. بعد ما مشيت ما تسوقونيش وهاتني واحد الطبيبه تمايا، هاتني في الشرط لبسها وقلت لها الطبيبه راه بغيت غير نتاكد واش ولدي عنده الجلود ولا هادي، كتقول لي انتوما كتعرفوا غير ولده من الزناقي وكتجيبو. انا ما كرهتش الدولي قد كتاب علي المكتوب على الدولي قد هذا، وعدني واحد السيد بالجواج وهادي، ودابا تخلى عليا وخلى عليا هاد الوليد، وانا كنطلب من خوتي بغيت شي دولي يدير العمليه، ودابا راه مخنوق ليا حتى من الصدر ومخنوق ليا من اليوف، انا بغيت غير ندير ولدي العمليه وهذا الشيء اللي كاين خشي، وما بغيت حتى شي حاجه اخرى، انا بغيت غير ولدي العمليه. كنت في عمليه ديال المصران وليت دابا الجلود حيت ما يقدروش يهبطوه للبلوك الا ما حيت لي الجلود ديالو حيت كتخنق ليا، ما يقدرش اختي فهمتيني. ودابا اختي انا هانت في هاد الشيوات كما كتشوفي هادي كندير ليه في الانف ديالو باش كنخوي ليه، كنخشي ليه حاجه كدي في الانف ديالو باش كنمص ليه هذيك حاجه كداك الشيء ديالو والو. وديجا البارح درت واحد الفيديو قدام ميريزكو، كيعيطوا عليا الناس، كيهينوني، كيعيروني، كيطلبوا مني شي تصاور اللي هما خايبين على اساس انا بغيت الفلوس، كيطلبوا لي شي تصاور. واحد عيط لي يقول لي شوفي تصوري لي تصاور عريانه وصيفطيهم ليا ونصيفط لك دابا الفلوس،
بزاف شو الناس كيهانوني. انا ما بغيش انا حتى حاجه، انا ما دايرش انا هاد الفيديو، انا باش باغا نصب على اي بطل ونضحك عليهم. اللي قال شي حاجه يجي عندي ويشوف. انا كون ما كانت هاد السيده اللي داتني البارع عيطات لي وداتني بيتتني عندها وعطاتني 50 درهم باش شدي الطاكسي وجيت، قولي انا بيش في الزنقه وغيبه شو مكرفسين عليا. اش انا ما كنعرف حتى شي واحد في كازا هنا، وبزاف شو الناس كرفسوا لي، بزاف شو الناس عايروني. ولكن ديما غادي ندير الحمد لله على كل حال، ما غاديش نحكي على بنادم من قبل. حش واحد ما عرفكش في ديك الحاله اللي كتشوفي فيها والحاله اللي كتعيشي فيها وتكرفيس من النهار اللي تزاد، من النهار اللي تزاد هو عنده هذا المشكل هذا ما كيديرش كاكا. ومن كنت كندير اطباء اخرين كيقولوا لي غير القبض غير القبض، هو اللي كيقول لي هما اللي صافي هما اللي عدوا. ومن بعد درت الفيديو ومشيت داتني واحد السيده الرباط هي باش عرفت المشكل ديالها، بعرفش بان الدري راه عندهم مصران ما كيخرج، كيقول لهم مصران معكاز ما كيخرجش. وتتعاطفت مع ديك السيده وجيت وبقيت كنصايب لي في الدوسينه وقاديت لي الامور ديالو هنايا. ودابا اختي انا كنطلب من المحسنين وكنطلب من سيدنا وكنطلب من الناس اللي كيشوفوني. انا ما بغيت حتى حاجه خوتي، انا ما بغيتش والو، انا بغيت غير هاد الوليد، بغيت ليه العمليه، بغيت لولدي، بغيت شويه ديال العمليه وبغيت شويه كساب صحته، ما بغيت حتى حاجه. انا بغيتكم تحسبوا ولدكم، حسبوني خصكم، حسبوني بزاف الحوايج. الله يرحم ليكم الوالدين اخوتي، عاونوني عاونوني، الله يستر عليكم والله يرحم ليكم الوالدين. انا ما بغيت حتى شي حاجه ما بغيتها. قولي لي علاش ما استقبلوكش فاش مشيتي عندهم؟ علاش ما استقبلوكش؟ ما استقبلوني شخصيا حنس انا فاش مشيت، عطاتني الطبيبه هاد الورقه هذه كما كتشوفوها هي قدامكم، قالت لي خاصك تمشي لعشر الغشت باش يحاولوا يقلبوا لي غير الألف ديالو. واش عندو الجلود؟ اللي كانوا عندو الجلود اجلوا لك الدوسي شويه. من مشيت انا تما ما تسوقونيش، مشيت في حركه بغيت غير باش نسجل. قال لي تدخلي على الطبيب. من كندخل على الطبيب كتقول لي سيري تسيني، وفي الاخر هاتني هذيك الاخ هكاك الطبيب كيلوح للطبيب ما تسوقونيش كاع فحال ما كايناش، فحال ما كايناش استفاء نهائيا كاع. ما بقيت تما كندور كنطلب في الناس كنسول كنشوف، ما حتى شي واحد ما اتاني بشي حاجه ولا تتصلت بيا. من بعد من شفت راسي ما عنديش عد من مشي، ما عندي لا فلوس، ما عندي لا ما ناكل، لا ما عندي ما نشرب ما والو، حتى ولدي خاصني نشري الدواء ما عنديش، ولا باش غنمشي كاع سيدي بانو باش مكرفصه. جيت قدام السبيطار وعيطت وجوع عندي ودرت ديك الفيديو وشافتني غير السيده دات فيا حسنه الله يرحم لها الوالدين، وداتني عندها قالت لي شوفي اختي انا ما غاديش نجيبك عندي باش غنعطيك فلوس ولا شي حاجه، انا راه ما عنديش غير الله اللي مطالع فيا، انا بقيتي فيا غنجيبك تباتي عندي حتى الصباح وسير. هادشي اللي كاين اختي. واش كيبقى فيك ولدك؟ اه بزاف اختي، كل شي واحد اختي ما يبقاش فيه ولده، كتشوف ولدك يتعذب قدامك. واش عارفه اختي خويا هذا ما كتدخلي في المقعد ديالو شو هنايا كيدوز كله بالدم، قاصك ما يدوز الدم شحال بزيني. وانا هذا الشيء هذا انا ما كنعرفش نخوي لي حاجه، هذه خدمه اطباء ماشي خدمتي انايا. اس كيقول لك دير لي هاد السيو الزيت الزيت غالي 4000 ميتين باش ناخذو لي في غدر نمشي. انا ما طالبت حتى حاجه. واش اختي واش هاد السيو هذا انا كنت واش هاد السيكو يقدر يدير شي واحد في المقعد ديالو؟ ولا ما خويتيش ليه؟ لا ما خويتش ليه كتسقيا كاكا من فمو من يوفو، من فمو من يوفو كتسقيا. انا راه حطمني، انا ما كنتش وليتش نشوف واش راه كيلعب قدامي، انا بصحته ما كنتش نكون خدامه، انا بزاف د الحوايج ولكن الحمد لله ما عندي ما غادي ندير الحمد لله. شنو كتبغي تقولي للمسؤولين؟ كنقول للمسؤولين يشوفوا فيا وشوفوا في هذا الوليد. انا ما بغيتش حاجه، انا كنطلب من المسؤولين وكنطلب من سيدنا وكنطلب من المحسنين يشوفوا في هذا الوليد. الله يرحم لي من الوالدين، الله يرحم لي كامل الوالدين اللي بشوفوا في هذا الوليد. كنطلب من الاطباء والمسؤولين يشوفوا في هذا الوليد وتعاطفوا معايا، راني الله كريم راه كنشوف ولدي، كنشوف ولدي كتحطم قدامي وانا ما قادره ندير حتى حاجه. حنجريت ما فين كفايه، ما عندي منبيه، ما عندي حتى حاجه، ما عندي، عندي الله سبحانه وتعالى هو اللي عندي. اذا حنا شفنا الحاله ديال حليمه وكنطالبوا من المسؤولين انهم يتدخلوا في الحاله ديالها ويشوفوا يشوفوا الابن ديالها اللي كيعاني من عده امراض واللي للاسف كان كلمات. كنتمناو من الراي العام انه يتدخل، وكنتمناو انكم تفاعلوا معها وتساعدوها وباش تلقى حل لولدها اللي مازال صغير واللي مازال كيف ما كنقولوا ما شاف ما تشوف،
كنتمنى منكم تعاونوها وكنتمنى الرساله ديالها تكون وصلت لكم. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في، جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.